مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الخبز المقلي باشكال مميزة، خبز الفتوش والمقبلات. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شيء بيكون عنا هيدا الخبز وخيط، هيدي بدنا نستعملها، ولمقص. بدي قص الخبزة هلا. انا هول الخبزات اللي عم يبقوا عندي كمان بقصهم وبقليهم، ما منكب شيء. نفتح الخبزة بهيدا الشكل. ملا بهيدي الطريقة. منلفها بالخيط. هيدا شكل، هيدا اول شكل. كمان رح اعمل وحده تانية نفس الشيء. اشياء كتير حلوه ومميزه للفتوش والسلطة، بتعطي شكل كتير حلو على السفرة. هلا بنعمل شكل تاني. من الزاوية نفس الشيء، بس بنكمش بالزاوية، بنعملها بنبلش بالزاوية. كمان بنحط الخيط. هيدا الشكل تاني. هلا طريقة ثالثة بهيدا الشكل. بنحط الخيط بهيدي الطريقة. شايفين شكلها شو حلو ناعم؟ كتير ناعمي. كمان هيدي اذا حبينا فينا نحط الله من هون بالنص مثل الربن. كمان بحط الخيط. هلا
اذا حبيتوا فيكم تحطوا ربن من هون مثل شكل شريطة صغيرة، اذا ما بدكم تتركوها بهيدا الشكل. اثنيناتهم حلوين. كمان عنا هيدي اللي منقطع فيها العجين، اذا حبينا بنعمل بهيدي الطريقة الخبز، نقطع الخبزة هيدي بتجي شوي شكل دائري. شايفين كيف هيدا الشكل؟ نعم. هيدي الخبزة هون شو بعمل؟ بقص قسم هيك صغير وقسم اكبر. شايفين كيف قصيت شقفة صغيرة شقفة كبيرة بهيدي الطريقة. هلا بنفتحهم هلا شو بعمل؟ بحطهم هول لونين على بعض، بحط هولي على بعض، بعملهم مع بعض. شايفين كيف؟ ونحط الخيط. لكو شو طلع شكله كتير حلو. فينا كمان نعمل بهيدي الطريقة لفهم بهيدا الشكل، كتير شكله ناعم مهضوم. هاد كتير صغيرة خفيفة، شايفين؟ وهيدي اذا بدنا بنعملها على الطريقه اللي بنعرفها على طول هيك رول ملفوفه عادي، يعني كلنا بنعرف على هيدي. هالخبزات اللي بقيوا بقطعهم بهيدا الشكل وبرجع بقليهم، يعني ما بتكبوا اي شيء. شايفين كل شيء بنعمله. هلا لبلش قلي بهوليك، عم حم الزيت ليحمى الزيت، ومنبلش قلي بهالاشكال اللي عملتهم انا وياكم. وبس تقلوهم فيكم تحطوهم بكيس، تحفظوهم بكيس، وبس تعملوا الفتوش هذا الخبز بتضيفوه على وجه الفتوشه. اوكي لنبلش بالقلي. بنكب الخبز دغري بيستوي، ما بياخد معنا وقت ليستوي. هلا شو بنعمل؟ بس برده بنشيل الخيط اللي حطيناه بكل سهوله. واحده ثانيه شكلهم كتير روعة، عملنا عدة أشكال. شايفين كيف؟ واو كتير رائعين. هولي أشكال الخبز المقلي اللي عملتهم أنا وياكم.
للفتوش والمقبلات، أشكال كتير كتير حلوة للتزيين وكتير رائعة للعزومات، كتير بتعطي شكل حلو على طاولة السفرة. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.